لازانيا البتنجان كده. هنا عندي ملح اهو اهو. ما غيرنا يا فندم؟ حاضر يا فندم. طيب عندي شرائح اللازانيا وبصل وتوم وبتنجان ولحم مفرومه وعصير طماطم وطماطم معجون، وعندي لبن وكريمه ودقيق وزبده قرفه جوز الطيب جبنه موزاريلا ملح وفلفل. طيب يبقى انا بعصق لحمتي كده الاول وابدا احمر البتنجان بتاعي. عندي لبز المكرونه دي لبز اللي هي اللازانيا، ممكن اسلقها وممكن احطها خش كده. لو حطيتها كده يبقى لازم الصوص بتاعي يبقى جوسي. جوسي يعني ايه؟ يعني الصلصه اللي بسقي بيها او اللحمه المعصجه تبقى جوسي شويه، تبقى جوسي شويه علشان ايه؟ تبقى مستويه، تبقى مستويه. كده نعمل بقى صوص البشاميل عشان لازم ادي صوص بشاميل في الارضيه. نركز مع بعض في الوجبه دي عشان الوجبه دي عجباني حقيقي. يعني مكعب مرق يا ابني، وانت بتقطع من جلدك حول الله رب العالمين. صلي على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ادي شويه صوص اهو لسه ما ربطتش معايا كده اهو. ادي الصوص بتاعي اهو. ما اعمل ايه يا عمي؟ اجيب الليفز كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو. وراح جاي بقى تاني جايب الصوص اهو كده اهو كده.
بعد كده يا سيدي شويه من الجوس من الكريمه، وادي اللحمه بتاعتي. هذه حبة الجبنة اهو، نخش بقى الفرن بقى كده اهي. اللهم صل على النبي.